أذن نحييكم بأجمل تحية أيها الكريم أيها المتابعون. نتواصل بمسار شوطنا من هذا الميدان، ميدان السمحة. الشوط العاشر يسير بحفظ من الله وتوفيقه، ولكن أذكر بعناية المشاركين والمتابعين، حيث أن هناك سوف تكون 4 شوط إضافية من قبل اللجنة المنظمة لهذا الميدان. لهم الشكر والتقدير على حسن المتابعة. شوطنا العاشر أعلنت انطلقت منذ قليل، ودعونا ابحث عن المسار الاول. ناخذ هناك المقدمه والبدايه. ارام على مقدمه الشوط، منصور بن علي بن حمد بن خالص العامري يتولى بدايه الشوط. المركز الثاني عوده الى جواهر، يتقدم هناك عيسى بن الدهيمي بقفان الخيلي الذي يرافق لنا المستوى الثاني، بينما نعود إلى شقرة راشد بن سعيد بن عمير الهاملي الذي يتولى المستوى الثالث. والمركز الرابع الغدوم ما شاء الله والتحرك، المناورة حمد بن سالم بن صغير العويسي يتقدم بسالم، بينما المركز الرابع من تحمل الرقم 22 غدومها الجميل العنود خميس بن سلطان بن خميس الوهيبي. والمركز السادس أعود مباشرة إلى مياس علي بن محمد بن عيف العامري. هذه النتيجة يا حول الكريم، هذه الأسماء التي تشارك بالنداء ولكن ترقب أسماء لم يحل لها موعد الدخول إلى عالم الإذاعة. العودة إلى أرام على البداية الذي مسيطر سيطرة تامة، بن خالص بن خالص الذي يتولى زمام الأمور. مشكور أبو علي على المتابعة، منصور بن علي بن حمد بن خالص العامري، ولكن عودة إلى المستوى الثاني. شقرة الذي قادم بكل قوة، يتقدم راشد بن سعيد بن عمير الهاملي على المستوى الثاني، ولكن شوف الدخول الذي طرى وجرى. وصلت مناورة، سلالة مناورة غنية عن التعريف، حمد بن سالم بن صغير العويسي على المستوى الثاني. والمركز الثالث نعود إلى حاملة رقم 12 شقرة راشد بن سعيد بن عمير الهاملي. والمركز الرابع أول نداء، وهناك الجواهر الذي واصله، يتقدم هناك عيسى بن دهيمي بغفان الخيل على المستوى الرابع. والمركز الخامس غدوم جميل ما شاء الله، وصلت العنود خميس وسلطان بخميس الوهيبي، ولكن وين العودة إلى الصراع الأقوياء، العودة إلى البداية، العودة إلى أشعار العويسي، العودة إلى أشعار هناك العامري، ولكن العويسي يبدو لي بطرش السلام لأهل السلطنة. المتر الأخير روح يا أبو سالم شد الحيل، الأمور يبدو لي بتحرك، الكل بدأ يتحرك، الكل بدأ يقترب، ولكن وين مناورة مناورة الشاهنية. هناك من تابع لأرام الذي قدمه غيرت موازين الشوط على الصدارة، منصور بن علي بن خالص العامري المركز الثالث. الدخول الذي طرى وجرى رافقنا المستوى الثالث، من تقدم المتابعة على ما اعتقد عندك يا ابن عيسى بن ديمي بن غفار الخيلي، يقود جواهر على المستوى الثاني. والمركز الثالث هناك عندك حمد بن سالم بن صغير العويسي المركز الرابع. اسير الى حمله هناك من الجانب الاخر، ام هناك رقم 8 نعم الذيبه الذي غيرت موازين الشوط، عبد الرحمن بن علي الزحابي الذي بدا يقود الصداره، الذي بدا يقود الصداره. اروح يا الزحابي اروح، العامري واصل بقوة. الله 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 الله، والله الأمور بالخطر. الحوار ثنائي، الحوار ثلاثي، الحوار رباعي، ولكن الزعابي، الزعابي يطير هناك. عبد الرحمن بن علي بن حمد يخوض الذيب إلى الصدارة. أرام قادمة، المركز الثالث جواهر قادمة. يا له من إبداع، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. شوف الذيبة ولا جواهر، الذيبة ولا جواهر.
جواهر الذيبة ولا جواهر الذيبة جواهر الذيبة جواهر جواهر سلام الختم سلام. مشكور يا بن الدهيمي على هذا الإبداع الأجمل. تهانينا لعيسى بن الدهيمي بغفان الخيل. شكرا يا راعي الجواهر على هذا الإبداع. المركز الثاني الذيب قدمت عرض. اشكر عليه. تهانينا لعبد الرحمن بن علي بن حمد الزعابي. شكرا يا ابو علي على المستوى الاجمل. بينما بغيت الاسماء بناخذ جوله مع مصورنا له جزيل الشكر على حسن المتابعه. وصلنا الى المركز الثالث تحمل الرقم 4 رام انصور بن علي العامري. والمركز الرابع الثاني موصوله لنايف بن سهيل الشامسي. والمركز الخامس تهانينا وناموس. إذا مركزنا 18 هناك التهنئة موصولة لمحسن بن مبخوت المنهالي. والمركز السادس تهانينا وناموس لخالد بن سعيد بن محمد الاكتبي. ناخذ التوقيت 4 دقائق 37 ثانية. تهانينا وناموس للجميع.